بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا من أنت لله حبيب، وإذا سجدت على الأرض فاحت مسكا وطيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير معلم ويا خير معلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا الأدب وعلمتنا العلم وعلمتنا الاحترام وعلمتنا الاهتمام بشرع الله عز وجل. أبدأ كلمتي بشكر الله عز وجل أن هدانا للإسلام وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أبدأ بشكر معالي وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف، فمعالي وزير الأوقاف دائما يتحفنا باختيار موضوعات تهم الساعة وتخدم الأوطان وتقطع دابر الإرهاب، فالشكر كل الشكر له. والشكر الجزيل لصاحب رعاية هذا المؤتمر وكل المؤتمرات الداعية إلى الوسطية والاعتدال، السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكر لكل الضيوف الكرام الذين أتوا من كل البلاد ليشاركوا في هذا المؤتمر المتميز. هذا المؤتمر نحن في حاجة إليه. شكرا لعلمائنا الأجلاء الذين لبوا النداء من أجل ضرورة الاجتهاد. وإليكم جميعا أيها الحضور الكريم التحية والتقدير والدعاء بالسلامة والتوفيق. الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وتحمل الهداية والخير للبشرية جمعاء، وقد خصها الله سبحانه وتعالى بالعموم والخلود والشمول والكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعث فينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما دامت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع، وما دام الأمر
ليس فيه على الإطلاق إلى يوم القيامة ومجيء الساعة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لذا وجب على العلماء الأجلاء في كل النوازل وكل الأمور التي دائما تترى وتتجدد عليهم عبء الاجتهاد، فالاجتهاد ضرورة من ضروريات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية والتحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية، تؤكد على مكانة الاجتهاد. فقد شهد عصرنا هذا تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي نشأ عنه الكثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل. الحاجة إلى الاجتهاد لازمة، ووجود الاجتهاد ضرورة في كل عصر وزمان. أيها المستمع الكريم، لا أريد أن أطيل في مقدمة هذه الجلسة الطيبة وهذا المقام المحمود، وإنما معنا علماء أجلاء ملأوا الأرض علما ونورا في كل حياتهم، وعاشوا للإسلام ينصرونه ويؤيدونه ويدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. أبدأ في هذه الجلسة بالأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون السابق بطنطا، وهو عالم مشهود له بالكفاءة وبالأخلاق النبيلة، فليتفضل. مسموح للسادة العلماء بعشر دقائق فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، لا زيادة عليها على الإطلاق، لأن الناس جوعى وبدأ النوم يلاعب أفكاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المؤتمر المبارك الذي جمع علماء الأمة للبحث في مستجدات الأمة ومعالجة قضايا الأمة عن طريق الاجتهاد في ثوبه المعاصر، فهذا هو ما نادى به القرآن الكريم وما نادت به السنة المشرفة، وهذا ما عمله وسار عليه علماء الأمة قديما. فلنكن نحن إن شاء الله بهذا المؤتمر ندعو إلى تجديد هذه الهمة الطيبة، وهو الاجتهاد في ثوبه المعاصر إن شاء الله. لا شك أن الاجتهاد لا غنى عنه، لأن نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة إنما جاءت بقضايا تفصيلية أحياناً، وجاءت بأدلة عامة أحياناً أخرى، وهذا ما يدل على يسر الشريعة وصلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان. وهنا أيضاً يأتي دور العلماء، علماء الأمة أهل الاجتهاد والنظر. ولا شك أن شروط المجتهد معروفة، الاجتهاد المطلق معروفة ومنصوص عليها في كتب الأصول، كأن يكون عالماً بالقرآن الكريم، حافظاً للقرآن الكريم،
كلها عند بعض الفقهاء وآيات الأحكام عند بعضهم، وأن يكون عالما بأسباب النزول وما يتعلق بعلوم القرآن الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، وكذلك بالسنة الشريفة، وبعضهم خص البعض بآيات الأحكام، وكذلك ما يتعلق بالألفاظ ومرام الألفاظ وكل ما جاء به علم أصول الفقه، إضافة إلى أن يكون عالما باللغة العربية فحلا في اللغة العربية متمكنا منها، وأيضا أن يكون على علم بالواقع حتى يفتي في المسألة بما هو يصلح للواقع، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد المطلق الذي سار عليه علماء الأمة كالإمام أبي حنيفة توافر فيه، وأيضا أبو يوسف ومحمد وكثير من علماء الحنفية، وكذلك الإمام مالك وأتباع الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وهكذا. لم تخلو الأمة من علماء اجتمعت فيهم هذه الشروط كثيرة، الشروط الكثيرة اجتمعت وأفاد الأمة، وأصبح هذا التراث كنزا كنزا يعني يساويه كنوز الدنيا، لأن فكر الأمة وثقافة الأمة اجتمعت في هذا الكنز، إضافة إلى علوم القرآن وعلوم الحديث وما إلى والعقيدة وما إلى ذلك. فهذا التراث هو كنز الأمة التي نحن ونحن عالى على هذا الكنز. ولكن أتساءل يعني في هذا اللقاء حتى يعني يسهل الأمر على علماء الأمة الآن، ألا يصح أن ننادي بما نادى به البعض من تجزؤ الاجتهاد؟ الجمهور يمنع ذلك، يقول لا، المجتهد الاجتهاد ده ملكة، ملكة فقهية موجودة، فإذا كانت عند المجتهد يعني يستوي عنده أن يجتهد في العبادات أم المعاملات أم الجنايات أم القضاء أم الشهوات أو غير ذلك. ولكن يعني يرى بعض الشافعية وغيرهم لا مانع من تجزؤ الاجتهاد. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني خص بعض الصحابة ببعض المزايا، من قبل لبعض الصحابة حينما يقول سيدنا رسول أقضاكم علي أفرادكم زيد بن ثابت، يعني هذا يدل أيضا على أنه لا مانع أن يتميز بعضنا بعض أهل العلم بشيء معين، فما بالكم الآن بالمجامع الفقهية، والحمد لله هي زاخرة بالعلماء في شتى أنحاء المعمورة، مجامع متعددة وفيها علماء أفاضل كبار علماء في شتى الأقطار وغيرهم في الجامعات والمراكز العلمية والثقافية. فإذا كان يعني هذا اللقاء يعني يدعو إلى يعني إلى أن الاجتهاد ضرورة، فما بالكم الآن وقد سهل الاتصال بين أقطار الأرض، سهل، لماذا حتى نسهل قضاء الاجتهاد ونيسر أمور الفتوى وجمع الكلمة على كلمة سواء، يعني أن نخصص بابا أو لجنة معينة لقضاء الأحوال الشخصية، الفتوى في الأحوال الشخصية، لجنة في المعاملات، لجنة في العبادات، لجنة في القضاء والشهادات إلى آخره. يعني هذا يعني هذه دعوة قديمة نادى بها بعض الفقهاء تيسيرا، لأن المجتهد المطلق يصعب خاصة في هذا الزمان. والحمد لله عندنا يعني لجان يعني الجامعات فيها كوادر علميه طيبه، اقسام متعدده في النواحي النظريه، وارست المجامع الفقهيه يعني الجهات المعاونه من الخبراء والمعاونين لاهل النظر لاهل الاجتهاد حتى يصدر الحكم بناء على توصيف كامل للواقعه. فهذا يدل على ان الامه الاسلاميه ان شاء الله لن تقف عاجزه امام ما استجد من قضايا معاصره، لأنه يعني حينما نعيش مع الاجتهاد لابد أن ننظر إلى الاستحسان وكيف نطبق الاستحسان في هذه المسألة. قد يكون هناك اختلاف إذا كان العدول عن الأصل يعني لمقتضى يعني هو يعني أخذ بالاستحسان، الاستحسان لو دققنا النظر فيه فقط كمصدر مصادر الاستدلال لحل مشاكل الأمة، الاستحسان فقط. كان فقهاء قديما يقول لك الاستحسان والله ده هو العدول على الأصل، ده واحد دخل يعني مستحق يستحم مثلا ولا حاجة، العدول المفروض للعقل أن يكون معلوما علما تاما نافعا الجهالة من كل النواحي، إنما رجل دخل بدرهم هيستحم ويخرج.
يعني قد يبقى دقيقة ربع ساعة ساعتين عادا. وأمور الآن السندوتش الذي أو الوجبة الغذائية الآن يعني محل التعاقد اللي احنا نعلمه أن يكون معلوما علما تاما نافعا جهالة غير موجود، إنما عبر عن الأصل الاستحسان. العرف قبل هذا وان الوجبه ب 20 جنيه احيانا و100 جنيه احيانا و200 جنيه احيانا، فهذا يدل على ان الاجتهاد وسائل الاجتهاد مصادر الاستدلال من الصعب جدا ان ينفرد بها شخص في هذا الزمان. فالامه الاسلاميه من الله تعالى عليها بعباقره واهل فطانه في شتى الدول الاسلاميه لا مانع يعني من اخذ بهذا التجزؤ، يعني ليس عيبا ابدا ان ننادي يعني في المجامع الفقهيه بمثل هذه والتواصل بين المجامع الفقهيه الوصيه التي نسمعها دائما ان يكون هناك تواصل بين المجامع الفقهيه والمراكز البحثيه في المسائل المقارنه حتى تخرج بكلمه واحده. وهذا ما نادى به بعض العلماء الافاضل في الحلقه في الجلسه السابقه. فهذا يدل على اننا في هذا المؤتمر الطيب المبارك فعلا قضايا الاجتهاد قضايا ملحه، صور الاجتهاد متعدده، والحمد لله المحاور كلها تعالج مشاكل الاجتهاد في شتى النواحي. ولكن من الضروره ايضا ان نقف على ابواب الاجتهاد. من الصعب جدا في ابواب القضايا المعاصرة الآن والنقود المعاصرة الافتراضية الآن والأمور المستجدة في قضايا الأمة ينبغي مع التخصص الدقيق أن نلحظ أيضا أن نجمع المجتهدين أو الباحثين أو العلماء الكبار على كلمة سواء، وبعد ذلك لا مانع أن يعرض الأمر على لجنة أكبر جماعية ويخرج الرأي الفقهي بصورة جماعية أيضا في المجامع الفقهية. وبذا نكون قد قدمنا لأمتنا الإسلامية وهي أمة واحدة والحمد لله رأيا واحدا نجتمع فيه على كلمة سواء. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكثير ومن حقهم الاجتهاد فيما ليس فيه دليل قطعي من الأحكام بشرط أن يكون المجتهد ورعا تقيا يخشى الله سبحانه وتعالى. والكلمة الآن لفضيلة الشيخ السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية بالإمارات وقدوتنا الذي يتمتع بطيب الخلق وطيب الكلام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس تفضل يا مولاي على ما منحتني من ألقاب أنا دونها بكثير، ولكن هكذا العلماء الكبار يربون أبناءهم ويلزمونهم بمكارم ما قالوا. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوعة للسيد الرئيس، وأيضا إلى السيد الدكتور محمد مختار جمعة الذي رتب هذا اللقاء وبنفسه قائما قاعدا لإنجاح هذا المؤتمر المهم. هذا المؤتمر يعتبر مؤتمر العصر. وتحية أيضا لكم من صاحب السمو جميعا العلماء الأجلاء، فهو على نهج أبيه ونهج ما سار عليه الحكام الحكماء في تقديرهم للعلم والعلماء.
الكثير ممكن أن يقال عن المغفور له الشيخ زايد، ولكن لا يتسع المقام لذلك، ويكفي هذا أن نترحم عليه وندعو لأبنائه بالتوفيق والمشي على طريقته وهداه. الاجتهاد وأهميته في العصر الحديث موضوع ليس بالسهل، ومهما كتب العلماء فيه وتفرسوا فيما هو حاصل من الإسهال الفكري في الفتاوى، إذا صح التعبير هناك إسهال فكري ممن لم يتصفون بالعلم ولا بالعلماء. العلماء الحقيقيون حريصون على كل كلمة ينطقون بأنها منهم، لأنهم يتحدثون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس النقل عن شخص إنسان ممكن تستحبه، إنما عن الله عز وجل. فليحرص العلماء على هذا المقام، ولا شك أنكم ولله الحمد ممن يحرص على ذلك ويتغياه. انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا عرفنا الاجتهاد فنقول هو كما عرفه القاضي البيضاوي رحمه الله: استفراء الجهد في درك الأحكام الشرعية. وهذا معناه أن الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك الأحكام على سبيل القطع أو الظن، على سبيل القطع أو الظن، سواء أكان أمرا واقعيا أم فرضيا. ولأن نجد في كتب الفقه فرضيات كثيرة تسبق الزمن، لعل الناس ينظرون إليها في حينها أنها ولكن تقع، ولذلك وضع العلماء لهم هذه. ولا ينسحب عليهم مفهوم الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي، وبعبارة مختصرة الاجتهاد هو بذل أقصى غاية الجهد لاستنباط الحكم من الدليل الشرعي على سبيل القطع أو الظن. وهذا التكرار. إذا وصلت إلى 8 دقائق ما شاء مولانا. وقد نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره، نقل عن هذا، لما ننظر إلى الكتب ونتفحص نجد هذا. ولا يمكن نهي الخلق كلهم عن التقليد، وإن كان قال الإمام الشافعي بذلك بس له تقييد كلامه، لأن العوام يجوز لهم التقليد بالإجماع، وإنما نهى الإمام الشافعي رحمه الله عن ذلك حتى لا يجمع أهل العصر كلهم على التقليد، لأن فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات وهو الاجتهاد. فحث على الاجتهاد ليكون في كل عصر من يقوم بهذا الفرض. قال الإمام الماوردي في الجزء 7 من كتابه الحاوي الكبير: فإن قيل لما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره، وتقليده جائز لمن استفتاه من العامة، قيل التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد المؤدي إليه أو عدمه، لأن طلب العلم من فروض الكفاية، ولو منع جميع الناس من التقليد وكلفوا بالاجتهاد
كان في ذلك اختلال بما فيه من آلة اجتهاد المؤدي إليه أو عدمه، لأن طلب العلم من فروض الكفاية، ولو منع جميع الناس من التقليد وكلفوا بالاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة، وفي هذا اختلال نظام وفساد. ولعله يقصد به فساد الاستدلال، فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد وسقط فرض العلم، وفي هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم، فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع فيه كفاية، فلم يسقط الاجتهاد عن جميعهم ولا أمر به كافتهم. وقد ذكرت مادة فقه في 20 موضعا من القرآن الكريم، 19 منها تدل على أن المراد به نوع خاص من دقة الفهم والتعمق في معرفة الغايات البعيدة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعضهم إنما نهى الإمام الشافعي عن التقليد ليقتصر طالب العلم في تعرف وجوه الأحكام ودلائلها، ثم ينظر فيها لدينه ويحتاط لنفسه. قال الإمام البغوي أيضا في كتابه التهذيب: العلم فرض عين وفرض كفاية. وبعد أن تكلم كلاما طويلا على فرض العين قال: وفرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى والقضاء، ويخرج من عداد المقلدين، فعلى كفة الناس القيام بتعلمه، غير أنه إذا قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين، فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا جميعا لما فيه من تعطيل أحكام الشرع. ولو كان القرآن جميعه جليا محكما لعدم الثوابت على الاستنباط، وسقط حكم الاجتهاد المؤدي إلى شرف المنزلة وعظم المروءة، ولهذا المعنى لم يتضمن المؤدي إلى شرف المنزلة وعظم المروءة، ولهذا المعنى لم يتضمن الكتاب المبين على حكم جميع الحوادث مفصلا، بل أبان بعضها وذكر أشياء في الجملة ووكل بيانها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى النبي صلوات ربي وسلامه عليه منها، ووكل ما يطرأ منها على العلماء بعده من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وأكثر من عالم قال مسألة الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لعله الإمام علي ولعله معاذ بن جبل، فقال أجتهد رأيي بعد أن قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، ثم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحبه الله ورسوله. آخر الحديث. طيب آخر هذا الحديث، وهو يعني لعله رغم أن البحث هذا وصل متأخرا لظرف خاص، مسافر وجاءت يعني الدعوة متأخرة أيضا، ولكنه يعني همة سيد الدكتور الوزير طبعه ويوزعه عليكم، وأنا أود أن أتلقى بعض الردود سواء الموافقة أو المخالفة، لأن الموافقة تطمني على ما قمت به، والمخالفة تنفعني في أن أنتهي عن الخطأ والخلل، وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا على الإنصات، وشكرا سيد الرئيس. بارك الله فيكم مولانا العزيز العالم الجليل فضيلة الشيخ السيد علي بن سيد عبد الرحمن الهاشم. ولا شك أن الواقعات تتجدد
والنوازل تترى. نعم. والاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، مع كلمة الدكتور هاني سيد تمام أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بمصر، فليتفضل. شكر الله لكم سيدنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. آمين. الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف المصرية وكل العاملين بها، وعلى رأسها السيد معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا التنظيم الرائع لهذا المؤتمر العلمي العالمي المتميز الذي يعبر عن مدى رعاية المؤسسات الدينية واهتمامها بقضايا العصر، ويبرز قضية الاجتهاد التي تعد من أهم القضايا العلمية في هذا العصر التي نحتاجها في ظل هذا التطور والتقدم الهائل في شتى المجالات وكثرة الأمور المستجدة التي تحتاج إلى بيان أحكامها بما يتوافق مع مقاصد الشرع الشريف ومصالح البلاد والعباد. وقد وفقني الله تعالى للمشاركة في هذا المؤتمر المهم المتميز ببحث جاء بعنوان الاجتهاد وأثره في الحفاظ على مرونة الشريعة ومحاربة الجمود. من نعم الله تعالى على هذه الأمة المحمدية أن صبغ الشريعة الإسلامية الغراء بالمرونة والواقعية لتلبي حاجات الناس في كل زمان ومكان. وقد فتح الله للأمة باب الاجتهاد وإعمال العقل للوصول إلى الحكم الصحيح في الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في السابق من خلال العلماء الأكابر القادرين على ذلك. وكان الاجتهاد وما زال هو طوق النجاة في الأمور المستججة والمسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نص صريح من الشرع الشريف. وهذا أمر قائم في كل عصر، لا سيما في عصرنا الذي كثرت فيه الحوادث والمسائل المتنوعة بشكل غير مسبوق. ولا يملك هذا الطوق إلا صاحب العقل المستنير والقلب الزكي الذي يملك الدراية بعلوم الشرع الشريف وأدوات الاجتهاد التي تؤهله لخوض هذا البحر العميق والسباحة فيه بقلبه وعقله لاستخراج درر الشرع الشريف وكنوزه الكامنة فيه. ولولا الاجتهاد لجمد الإنسان وعجز عن حل كثير من أمور حياته. وبهذا صار الاجتهاد من أهم عوامل الحفاظ على الشريعة الغراء ومرونتها وصلاحيتها وإظهار سماحتها ويسرها وشمولها. ومن أشد ما نعانيه الآن جمود بعض العقول على ظواهر النصوص الشرعية وعدم معرفة دلالاتها ومعانيها والمقاصد الشرعية منها، الأمر الذي أدى إلى نشر الإرهاب والتطرف والرعب في المجتمعات وتكفير الناس واستحلال دمائهم وأعراضهم، وساهم بدور كبير في تشويه صورة الإسلام وإضعاف الأمة وتمزيقها وتشتيت أبنائها وتفرقهم، وعمق عند بعض الناس نظرتهم المغلوطة لهذا الدين بأنه دين جاف جامد لا يساير الواقع ولا يتعامل ولا يتفاعل معه. على الجانب الآخر، قد عمل المجتهدون من هذه الأمة المحمدية بداية من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بمنهجية الاجتهاد والبحث والنظر في الأمور المستحدثة والوقائع المستجدة وقياس المسائل على نظائرها، محاربة للجمود وبغية للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح بما يتناسب مع واقع الناس ومراعاة أحوالهم وأعرافهم ومدى تحملهم لتكاليف الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن القضاء، حيث قال له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. وقول سيدنا عمر تأكيد على وجوب فهم ما ليس فيه نص من قرآن أو سنة والاجتهاد فيه للوصول إلى الحق عن طريق قياسه على شبيبه ومثاله، ولا يقوم بهذا الأمر إلا من كان أهلا للاجتهاد والقياس وعالما بالأدلة ومراميها ومدركا لواقع الناس وظروفهم. أما من يتجرأ على الاجتهاد دون معرفة ودراية بهذه الأمور فقد ضل وأضل. وقد فتح الله سبحانه وتعالى أمام العلماء والمجتهدين طريق الفهم والعلم ليستخلصوا لعباده الأحكام التي تقرب لهم مقصود الشرع الشريف وتتوافق مع مصالحهم وواقعهم، لأن النصوص الشرعية لم تعطي أحكاما تفصيلية لكل حادثة لكونها محصورة ومتناهية، والوقائع والمسائل تكثر وتتجدد في كل وقت، لكن مع حصر النصوص وتناهيها إلا أنها تحمل في مضمونها ما يمكن أن يستدل به المجتهد على الحكم للحادثة وفقا للقواعد والأصول الشرعية والمقاصد العامة. ومن الأحكام التي لم تأتي فيها نصوص تفصيلية بل ترك الأمر فيها للناس حسب رؤيتهم وبيئتهم تفاصيل النظم الدستورية، فلم تبين النصوص الشرعية نوع الحكومة وكيفية انتخاب رئيسها وإدارة شؤون الدولة وحقوق الأفراد السياسية وغير ذلك من الشؤون الدستورية والإدارية، بل تركت هذه الأمور لرأي الناس يقررونه على وفق مصالحهم واجتهادهم. أخيرا، مجال الاجتهاد. يكون الاجتهاد في الفروع والأمور الظنية التي تقبل الاجتهاد والبحث والنظر، أما الأمور القطعية الثابتة كفرضية الصلاة والزكاة ونحو ذلك فلا مجال للاجتهاد فيها. ومن ثم لا بد من معرفة القطعي والظني وعدم الخلط بينهما قبل خوض عملية الاجتهاد، حتى لا نلبس أحدهما ثوب الآخر كما يفعل بعض الناس اليوم من غير المتخصصين فيأتون بالعجائب والغرائب. وصدق من قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه لم ينصب على جميع الأحكام أدلة قطعية تيسيرا عليهم، وهذا من جميل محبة الله تعالى لهم ورحمته بهم، فلم يشدد عليهم بإجبارهم على اتباع حكم واحد، لأن وقتها لن يكون أمام العباد سوى الأخذ بالحكم القطعي، وهذا ما لا يستطيع كل العباد تحمله وتطبيقه لاختلاف بيئة وطبيعة كل واحد عن الآخر وغير ذلك مما يصعب معه الالتزام بحكم واحد. قال الإمام الزركشي رحمه الله: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. يعني أتيت بالمطلوب في الوقت المطلوب، أشكرك على هذا. وعلينا جميعا أن نتدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستنبط من هذه النصوص ما هو مطلوب ومرغوب من الاجتهادات، سواء كانت فردية أو جماعية، وإن كانت الجماعية أولى من الفردية. أشكرك. الآن الكلمة لمعالي، بعد إذن الدكتور محمد البشار، الآن الكلمة لمعالي الدكتور محمد سليم الندوي، أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية والحوار، فليتفضل. نجعلك آخر المتحدثين عشان يبقى ختامه مسك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أحييكم، أحيي هذه الوجوه المشرقة الباصمة الناعمة إلى ربها ناظرة، تحية من عند الله، تحية عترة مباركة. أهلا وسهلا بالذين نحبهم، لله قوم إذا نزلوا بمنزلة حل السرور وصار الجود إنصار. أشكر سيادة رئيس جمهورية مصر الذي تفضل برعاية هذا الملتقى العظيم، والوزير المحترم الموقر الدكتور محمد مختار جمعة، الوزير الفعال المحرك النشيط. هذا الملتقى العظيم التاريخي الذي عظم شأنه بخصائص، إنه تزامن مع شهر ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أطاك الربي الطلق يختال لاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. واختص أيضا بمكانه بمصر، فإن لكم ما سألتم. امتاز أيضا بموضوعه، الموضوع الحساس الدقيق هو الاجتهاد. الاجتهاد الذي يمتد شلاياه من بداية الإسلام حتى القيامة. وشكري لهذه الثلة النيرة الذين يتمسكون بمبدأ عظيم، من لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتطور يتدهور. الذين حضروا من أقصى الدنيا إلى أقصاها، على خطى كم ترك الأول للآخر. أيها المجددون المباركون، نحن نجتمع هنا والأمة الإسلامية تعيش مرحلة حرجة وتحديات كبيرة وأزمات جبارة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والأخلاق. ومن هنا أنه من واجب هذه الأمة أن ينهضوا لتجديد الأمة وفق منهجية شاملة استراتيجية، لتكون حلولنا مستلهمة من الوحيين، من الكتاب والسنة. سادتي الأفاضل، ورقتي حول موضوع الاجتهاد بين التأصيل والتجديد. من أهم المزايا التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان، ومرونتها لمواكبة الأحداث والنوازل التي تتجدد كل يوم. وقد فتح الإسلام باب الاجتهاد والتجديد منذ انطلاق دعوته. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففتحت أبواب الاجتهاد أمام العلماء في القضايا التي لم يوجد فيها نص شرعي، وذلك لغاية تجديد الدين ومواكبته لجميع الأزمنة والأمكنة، والتصدي لجميع النوازل والمسائل المستجدة لإبراز حكمه الشرعي. فبالاجتهاد يمكن تحليل جميع القضايا العصرية والحاجات المتجددة على كافة الأصعدة، ولكنه مقيد بالأصول والضوابط الأساسية.
إذ إن المجتهد يستطيع أن يستخدم تلك الأصول في معالجة جميع القضايا العصرية والمستجدات والمتغيرات، وهو ما تؤكده مرونة الشريعة الإسلامية التي تقرر أن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم الدين، وهذا يدل على أن الاجتهاد داخل في صميم الدين وأن الدين لا يكتمل إلا به. بعد هذه المقدمة أنا بينت لفظ الاجتهاد لغة واصطلاحا وأتركهما، وأنا أريد أن أختزل لأكمل في ضمن الوقت المعين. وبعد ذلك حكم الاجتهاد. الاجتهاد فريضة يحتم الدين ويلزمها الواقع، وهو فرض كفاية على الأمة في حالة توافر عدد يغطي حاجاتها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، قول يدل على أن الاجتهاد هو القوة القوية لمواكبة التطورات الحياتية ومصايرة الزمان والتطلعات. وبعد ذلك بينت ميادين الاجتهاد، وهذا أيضا أختزله وأقول هنا فقرة واحدة: ما من شك في أنه لا مجال للاجتهاد في الأمور التي ثبتت بالنص القطعي، مثل فريضة الأركان الخمس وتحريم الكبائر التي ثبتت بالدليل القطعي، حيث إن العلماء الأصوليين صرحوا بعدم جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة أو التي ثبتت بنص قطعي، في حين أنهم جوزوا الاجتهاد في الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة، والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع. ثم بعد ذلك ثالثا: شروط الاجتهاد. الاجتهاد عبادة يثاب فاعلها، وشروط صحة العبادة العامة تتطابق مع شروط الاجتهاد، وهي الإسلام والتكليف والعدالة والنية، فلا يقبل اجتهاد غير المسلم والفاسق. أما الشروط الخاصة للاجتهاد فهي كثيرة، أنا بينت هذه الشروط في الأطروحة وفي الورقة، إن شاء الله أتركها. ثم بعد ذلك ختمت هذه الورقة بخاتمة: فإن الإسلام دين خالد إلى يوم القيامة، وقد أكمل الله عز وجل هذه الشريعة الغراء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية التمسك بهذا الدين بقوله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله. ومع ذلك ترك الشارع ميدانا واسيا إن اعتصمتم به كتاب الله ومع ذلك ترك الشارع ميدانا واسيا للتدبر والتجديد والتنقيح والاستنباط على أسس ثابتة بعيدا عن التأويلات المنحرفة والتحريفات الضالة. ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نتحرك لهذا الموضوع المهم ألا وهو الاجتهاد. سادتي وإخواني، أنا جئت إليكم من الهند، من بلاد الهند، بلاد التعايش، بلاد التنوع الثقافي، بلاد أكبر أقلية المسلمة في العالم. خمس سكان الهند مسلمون. نحن نتحرك لأجل الدعوة، لا تقلقوا عن مستقبل الإسلام في الهند. نحن نتحرك فيها وفق منظومة واستراتيجية، ونحن نقدم أقصى ما نملكه من غال ورخيص في سبيل الدعوة الإسلامية، ولكن طلبي المتواضع
إننا نطلب منكم الدعم والدعاء. الله يبارك فيكم، لأن في الهند نوابغ وعباقرة كثير لم يستخدمها العالم الإسلامي، وفيها كنوز عظيمة ومجتهدون ومجددون أمثال الشاه ولي الله الدهلوي، ومصنفات عديدة، ونرجو منكم الاطلاع عليها والتكاتف معنا إن شاء الله. القافلة تصير ونحن معنا إن شاء الله إلى المضي قدما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ودعاؤنا لكم بالتوفيق والسداد والصبر. الاجتهاد الفقهي أداة من أدوات تجديد الخطاب الديني، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. ومع الأخ العزيز الدكتور محمد البشاري الأمين العام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، صح يا مولانا ولا؟ الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وهو من العلماء العاملين ومن الحكماء في أقوالهم. فأرجو الله سبحانه وتعالى ألا يطيل عن العشر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يكون أقل من عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر موصول إلى مصر قيادة رشيدة وأزهر وأوقاف، وإلى الشعب المصري الحبيب الغالي، وإلى كل من يتواصل مع هذه الأرض العظيمة التي خرجت أجيال من العلماء الجهابدة ونحن على دربهم نتعلم. الشكر إلى أخي وأستاذي معالي الدكتور أسامة العبد، وهو أستاذ الأجيال الذي علم ولا زال يعلم الأجيال ضروب الحكمة، ضروب الحكمة، وسوف نلتزم بالعشر دقائق. أولا أنا قدمت بحثا حول موضوع مراعاة الاختلاف في الاجتهاد المعاصر بين المقاصد والقواعد، وأنا أدرس عنوان هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان الاجتهاد ضرورة العصر، صوره، ضوابطه، رجاله، الحاجة إليه. طرحت سؤالا، لماذا هذا المؤتمر؟ لماذا الموضوع هذا الموضوع؟ علما أن موضوع الاجتهاد قد نوقش وقد تناولته كثير من المؤتمرات والندوات، وكتب فيه الكثير من العلماء، ووقفت حول ما يريده معالي الدكتور محمد مختار جمعة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم هذا المؤتمر في هذا الوقت حول هذه الإشكالية. هل هناك إشكالية موجودة الآن في العقل العربي والمسلم أنها تنفي الاجتهاد وأنها تنفي ضرورة والحاجة إلى الاجتهاد الفقهي اليوم؟ أنا لم أعثر اليوم على أي مدرسة أو قول من العلماء المعتبرين أنه ينفي الاجتهاد أو أنه ينفي ضرورة الاجتهاد أو أنه ينفي الحاجة الماسة اليوم
إلى هذه العملية الاستنباطية أو النظر الفقهي. إذن ماذا يراد منا نحن كباحثين في هذا المؤتمر أننا نصل إليه، أو على الأقل أن نكشف عن بعض القضايا والإشكالات التي يجب أن نتداولها في هذا المؤتمر. أقول إن الإشكالية الأساسية التي أراها هي ليست إشكالية العلاقة بين القطعي والظني. لم أرى أن هناك عالم من علماء المسلمين يتحدى النصوص القطعية، أو أنه يتجاوز النص القطعي الدلالة والثبوت. وإنما الإشكالية المطروحة اليوم على العقل العربي والإسلامي هي هذه الفهومات، وهذه الفهومات في مقاربتها مع النص القطعي الدلالة أصبحت هي تصل إلى درجة القدسية مع التراكم التاريخ. بمعنى أن هناك إشكالية في تراثنا الفقهي، ما دمت أنه ليست لنا لا الشجاعة ولا الجرأة أن نقول بأن هناك الدين اللي هو الوحي واللي هو المقدس، وهناك تأويل لهذا النص، والتأويل هذا قابل للأخذ والعطاء، للأخذ والنقد. المطلوب اليوم في هذا المؤتمر كيف يمكن لنا أن نضع مقاربات ومنهجيات علمية تعمل على تأويل التأويل على مرآة النص المقدس. أضرب مثال، ولا أحد ينكر موضوع الربا. الربا حلال أم حرام؟ حرام. ومن يقول بحلية الربا عند كثير من العلماء أنه يصل إلى درجة الكفر. لكن تفسير الربا وإسقاط حكم الربا على المعاملات المالية هو اجتهاد من الفقهاء والعلماء. فلا تعطيني أن هناك نص قطعي على تحريم الربا لكي تسقط هذا الحكم في ممارستك على أو مقاربتك على المعاملات المالية كلها، فتأتي وتقول بأن البنوك بأن المعاملات البنكية كلها حرام، وبأن المعاملات وأن البنوك كلها ربوية، وتبدأ في هذا التعميم. إذن هناك مشكلتنا اليوم يا جماعة ليست مع النص القطعي، مشكلتنا مع فهومات ومع تنزيل هذه النصوص القطعية من خلال الفقهاء عبر التاريخ، وأصبحوا يعطونها درجة القدسية. احنا كلنا في مساجدنا في مراكزنا في جامعاتنا يأتيك يقول قال الشيخ الفلاني، بمعنى اسكت واصمت ولا يجوز لك انك تفكر. الشيخ الفلاني اجتهد في زمانه في مكانه، قد يكون اصاب وقد انه يكون قد اخطأ، ورأينا كيف كان سجال العلماء في عصرهم بينهم، كان هناك سجال كبير. فلهذا أنا أدعو إلى مصالحة بين الذات، بين التراث، بين الواقع، لكن بعيون وعقليات ومنهجيات تستعمل إعمال العقل والمصلحة في الاستنباط والنظر الفقهي. ثانيا، الواقع هو شريك النظر الفقهي. الواقع ليس فقط قاعدة فقهية يؤخذ بها، وإنما هو شريك في استنباط الحكم، ويكون من خلال المساءلة التي كانت على أخي الدكتور نبيل صملوطي مع الدكتور، هي أنه كيف نصل إلى استعمال العلوم الـ الاجتماعية والإنسانية
في فهم الدرس الأصولي والدرس الفقهي. لا يمكن اليوم أن نتجاهل كل هذه العلوم الموجودة في شرح أو فما يسميه بالتكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم العلوم الإنسانية. أختم معالي الدكتور، المطلوب منا نحن كباحثين ليس تكرار وإعادة نشر ما قاله علماؤنا الأقدمون في مزايا الاجتهاد وضرورة الاجتهاد والحاجيات الحاجة إلى الاجتهاد. المطلوب منا أن نضع مقاربات منهجية أولا في فهم تراثنا، وأننا نفرق بين المقدس اللي هو الأصل في 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 القرآن الكريم والسنة ما ثبت بصحتها، وبين فهمات واجتهادات العلماء على مدار التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدكتور البشري دائما لا يكتفي بالمصافحة، وإنما يزيد عليها بالمصارحة. فأنا شايف الدكتور عبد الله وهو الزميل العزيز، دكتور عبد الله النجار، زميل عزيز وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، فليتفضل في مداخلتي. تفضل. نعم سيدي، منكم متعلق. برافو عليك. أولا أنا أود أن أشكر أخي وحبيبي وزميل الدراسة الدكتور أسامة، لأننا كنا في كل شيء، حتى المذهب حنفي وأصول الفقه الحنفية وفرنساوي، يعني كنا مع بعض على طول في حتى في السكاشن وليس في الصف. أشكره على هذا على هذه الإدارة الهادئة العلمية الراقية للجلسة، وأشكر العلماء الكرام الأفاضل الذين استفدنا من أبحاثهم استفادة كبيرة. ولا أنسى أن أذكر أولا الأستاذ الجليل أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي عودنا على هذه الملتقيات العلمية الراقية التي تبرز محاسن الإسلام وتبرز دور مصر في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام وفي خدمة الإنسانية. الحقيقة أنا طلبت مداخلة لأشكر أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور علي الهاشمي، وكنت عايز أقول لك إنه هو عضو في مجمع البحوث الإسلامية ونشرف بعضويته في هذا المجمع، فكنت في بداية التقديم. وأنا أستأذن معليك، وأنا أستأذن معالي الدكتور عبد الرحمن في أن يكون عضوا معنا في رابطة الجامعات الإسلامية. أيوة، وهو فقيه السيد علي الهاشمي، فقيه مدقق محقق. والحقيقة أنا قال كلمة في الحديث بتاعه عن سيدنا الإمام الشافعي الذي طلب من الناس ألا يقلدوا، وهذه الحقيقة من المواقف العلمية التي يجب أن يعنى بها المستمعون والدارسون. الحقيقة أنا كنت قريت العبارة عن الإمام الشافعي بس نقلتها عن الإمام النووي في شرحه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، ونقل عبارة الإمام الشافعي تحديدا يقول: وددت لو أن الناس نقلوا عني هذا العلم لا ينسبه إلي أحد. وأنا الحقيقة أخذت العبارة، الكلام ده كان من حوالي يمكن 20 سنة، وأقمت عليها كتابي اللي هو الحق الأدبي للمؤلف، وقلت إن الإسلام عندنا بيقول إن الواحد ممكن يكتب ومحدش ينقل منه، يعني لو واحد نقل من الثاني خلاص يسمح الإمام الشافعي لأن ينقل كلامه من الناس وينسبوه إلى أنفسهم دون أن ينسبوه إلى القائل الأصلي أو الكاتب الأصلي. ودار الكتاب حول هذا الأمر لأن كان فيه آثار عن الصحابة وعن التابعين تدل على أن توثيق العلم من الأمور المطلوبة، وأن يعني كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول
الإسناد من الدين، يقول وينسب هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. فوقعت في حيرة بين عبارة الإمام الشافعي وبين ما ورد من الآثار التي تدل على أن كل كاتب لا بد أن يوثق ما كتبه من في العلم وفي الفن حتى يعلم الناس عمن ينقلون. فأنا لما أقول أنا نقلت عن السيد علي الهاشمي أو عن الدكتور أسامة يبقى النقم، أو عن الإمام الغزالي، أو عن مجرد نسبة العلم إلى القائل، بس مش عن البشاري، بيدي طمأنينة، بيدي طمأنينة، لا بيدي انطباع عن المنقول. يعني أنا يعني لما يقال إنه فلان قال يختلف عن شخص آخر يقول هذا الكلام، ففيه توثيق للعلم وبيان قيمة المعلومة التي ينقلها الشخص. فالحقيقة الكلام اللي قاله سيدنا الشيخ علي أصل هذه المسألة، وجعل الكلام اللي قاله الإمام الشافعي نقله في هذا البحث أنا طلعته الآن كلام يدل على فعلا منتهى التخريج العلمي الصحيح، والكلام رغم قصاره إلا أنه يحمل قيمة علمية كبيرة ربما لا يتسع الوقت لتفصيلها. فأنا أشكر شيخنا الشيخ علي الهاشمي العالم الجليل والمحقق والمدقق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأشكرك يا دكتور أسامة على هذه الإدارة الحكيمة والعظيمة، وأشكر السادة العلماء الذين شرفونا على منصة، الدكتور محمد البشاري الذي حصل على دكتوراه ثانية ولا مش عارف ثالثة منذ حوالي 3 شهور، وشرفت بأن أكون مناقشا له في هذه الرسالة الأخيرة، رسالة الدكتوراه الأخيرة، مش عارف خد كم دكتوراه. فشكر الله له وشكر الله لكم. السلام عليكم دكتور عبد الله. شكرين دكتور عبد الله، شكرا أستاذ على مداخلاتك الطيبة. الله. الآن المداخلة للدكتور حسان موسى أمين عام الوقف السويدي. السلام عليكم. تفضل دكتور حسان. حبيبي الله يرضى عليك. الحقيقة الاجتهاد هو بذل الجهد واستقصاء الأدلة، الاستقصاء النصوص القطعية والنصوص الظنية لاستخراج أحكام تفيد العبد والبشرية، إذا أردنا أن نتكلم في إطار الأنسنة وهذا الفضاء الكوني. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى قراءة نصوص الوحيين في ظل حركة الإنسان والكون، وألا نكون استنساخا وصف كلام فقط لما ذكر من العلماء الأجلاء الفضلاء فيما سبق من زمان ومكان. نحن الآن نعايش أقضية ومسائل أحدثت أو سوف تحدث بحاجة إلى جهد جماعي يقع فيه التكامل. ليس هناك من العلماء الموسوعيين الذين يستطيعون أن يبثوا في كل المسائل. نحن قد يكون عندنا مجتهد في مسألة أو في كتاب، وقد يكون مجتهدا في مذهب، ولهذا نحن بحاجة إلى قراءة هذه الحركة للإنسان والكون. أحسنت صنعا وزارة الأوقاف عندما تكلمت عن الاجتهاد وضوابطه ورجالاته والحاجة إليه، وأفردت له مبحثا بيئيا. هذا المبحث ربما لن يأخذ حيزا من البحث والتنقيب والاستقراء لنصوص الوحيين والتعامل مع الأقضية التي تعيشها الأمة، فيضانات، تصحر، ثقب في الأوزون. حتى عندما تعاملنا مع المسائل الفقهية في باب الطهارة لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، تعاملنا معه على أنه نجاسة وإلى غير ذلك، ولكننا نسينا أن تلويث المحيطات والبحار هو أذية للإنسان وللحيوان وللكون وتغير إيكولوجي. نحن إذن برسالة بسيطة أرسلها إلى مصر العروبة والإسلام، لقد أحسنت مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس عندما رعت هذا المؤتمر الذي يدعو إلى الاجتهاد، ومن بين أبواب الاجتهاد الاجتهاد البيئي. مصر أيها الإخوة بعد شهرين
تستضيف قمة عالمية لأطراف المناخ لتناقش موضوع جد خطير من خلاله تحاول أن تكون وسطية تجمع بين الأطراف بين الشمال والجنوب وتحقق الريادة والقيادة رئاسة وقيادة. نحن أيها الإخوة في رسالتنا الثانية نقول إن مصر بثباتها ووقوفها في هذا الفضاء الديني والقيادة والريادة هي سوف تقود في المؤتمر 27 الإنسانية جمعاء نحو أمن مائي وأمن كوني، وأن تحاول أن تجمع بين الصناعيين الأغنياء والفقراء الناميين. مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصلت لثلاثة نقاط. النقطة الأولى وهي النقطة الأخيرة، أولاً أن مصر الأزهر وعمامتها سوف تبقى ثابتة وشامخة رغم إرجاف بعض المرجفين أو تصيد بعض المتنطعين أو بعض المتفيقهين للحديث في بعض المسائل التي هي من شذوذات المسائل. مصر بأزهرها وأوقافها ثابتة وبرعاية رئيسها حكيمة ورائدة وقائدة، ولكن مصر كذلك سوف تقود العالم إلى أمن مائي وفقه بيئي من خلال ريادة ورئاسة. يأتي المؤتمر في الفضاء الديني ليكمله الفضاء الأممي، فهنيئا لمصر قيادة وشعبا ولأمتنا العربية والإسلامية مع اجتهاد منضبط غير مرتجل من خلال التكامل المعرفي والعلمي وفق الضوابط والأصول المعتبرة والمنضبطة في المذاهب الإسلامية المعتبرة، لا لشذوذات المسائل ولكن لمسائل وأقضية ونوازل تخدم العبد والوطن والمواطنة والإنسانية جمعاء. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وهنيئا لكم بالقيادة الدينية والريادة العالمية في البيئة إن شاء الله. شكرا يا دكتور حسان، وهنيئا لنا بكلمتك الطيبة. شكرا. الآن مع مداخلة الدكتورة سحر شعبان واعظة بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بخالص الشكر عن نفسي وعن وعظات جمهورية مصر العربية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على تنظيم هذا المؤتمر واختيار الموضوع المناسب ووقته. هل ممكن العالم الإسلامي، العالم العربي والإسلامي يقوم بتجربة زي التجربة بتاعة الواعظات المتميزات في مصر اللي أشاد بها الجميع؟ لأن صناعة المجتهدة بتبقى محتاجة كتير مجهود وتأسيس، فهل ده ممكن يعمم على العالم العربي والإسلامي بأكمله؟ ممكن استنساخ تجربة الواعظات في مصر وفي الدول العربية. فضلي. لأن ده طبعا احنا عايزين صانعة للفتوى من النساء معممة على العالم كله، فهل يتم زي ما تم تجربة ناجحة ومتميزة في مصر؟ في هذه المواقف يا دكتورة سحر لكل بلد شأنه، فيعني احنا عملنا عندنا في مصر وعندها الواعظات موجودة في وزارة الأوقاف، الحمد لله، وعندها الواعظات موجودة أيضا في مشيخة الأزهر تبع الأزهر الشريف، فمن أراد أن يأخذ فالباب مفتوح، ومن أراد أن ينتظر فلينتظر. شكرا. لا نجبر أحدا على عمل نحن قمنا به إطلاق، ولكن تشكري على يعني كلمتك وعلى مدى اهتمامك بالواعظات. تمام. شكرا. شكرا لمعاليك. متشكرين يا دكتور صح. المداخلة التالية للدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، وأرجو أن لا نزيد عن دقيقتين لأن خلاص البطن جاعت. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله.
بداية أشكر. أنا ما أعرفش إن أنت يا دكتور أشكر. لا خدك 20 ساعة مش ربنا يبارك فيك. بداية أشكر الثلاثة. أشكر صاحب الهداية وهو الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا. وأشكر صاحب الرعاية سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. وأشكر صاحب العناية سعادة السيد الدكتور محمد مختار جمعة على هذه العناية الدقيقة لهذا المؤتمر. والشكر موصول لحضرتك وللمنصة الكريمة والسادة الحضور. أؤكد على أمرين. الأمر الأول وهو رجال الاجتهاد، والأمر الثاني حاجتنا إلى الاجتهاد. وما ذكره أستاذنا الجليل دكتور سيف قزامل في ليس لكل أحد الناس أن يجتهد، ونبينا محمد لم يترك الاجتهاد مفتوحا لكل الصحابة، لكن الاجتهاد محدود لمن هم يملكون الأدوات الحقيقية الصحيحة في الاجتهاد، وليس الاجتهاد كلأ مباحا، وإلا لصارت الفوضى منتشرة والأحكام الفقهية بصورة كما نراها في بعض الأوساط. الأمر الثاني حاجتنا إلى الاجتهاد. بعض الناس كما ذكر الدكتور بشاري بارك الله فيه المتنطعون المتحجرون الذين يقفون أمام النص جامدين، نقول لهم الاجتهاد لم ينقطع، وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله يتوقف الاجتهاد حين يتوقف التكليف، والتكليف يتوقف هذا من رأيي بعد ذلك يتوقف التكليف حين يتوقف العقل، ويتوقف العقل حين يقف التفكير تماما. حاجتنا إلى الاجتهاد. نقول ماذا سنفعل أو ماذا فعل الأطباء المتخصصون في الموت الإكلينيكي إذا كان المريض على فراش الموت وغابت والآن الأجهزة التنفسية عليه، فماذا سنحكم عليه؟ الآن يأتي المتخصص المجتهد، وفي وقت رسول الله وفي عهد الصحابة لم يكن هناك موت إكلينيكي. هذا أمر. الأمر الثاني فيروس كورونا، لو توقف الاجتهاد ماذا سنقول لهؤلاء الأطباء المجتهدين والدارسين والباحثين الذين توصلوا لعلاج ومصل الفيروس؟ هذا نوع من الاجتهاد يؤكد لنا حاجتنا إلى الاجتهاد في كل عصر وليس في عصور، وليس الاجتهاد ولن يتوقف الاجتهاد طالما أن هناك أحداث ومستجدات عصرية. شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أشرف، متشكرين جدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الأساس. الآن المداخلة الأخيرة وأرجو أن تكون ختام المسك، دكتور محمود ضاحي عبد الرؤوف عضو الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف. موجود دكتور ضاحي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أشكر فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على رعاية هذا المؤتمر، وأشكر معالي الوزير الإمام أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على تنظيم هذا المؤتمر وقيادته لهذا المؤتمر، وأشكر المنصة المباركة، وأشكر جميع الضيوف، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعة وفي الآخرة بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد ضرورة العصر. أستاذنا الدكتور هني سيد تمام قال إن في بعض الناس عنده جنود في العقل يقول لك لا فيش اجتهاد وده واقع. طيب ده هل له علاج أم لا؟ هل توافقون على أن هذا الداء يحتاج إلى نشر ثقافة في المجتمع؟ المجتمع يحتاج إلى نشر ثقافة. نعم هناك شباب عندهم جنود بيقول لك لا النص يقف على تحدي النص. نحن الشباب دول يحتاج إلى نشر الثقافة، وإحنا ربنا هيئ لنا وسائل كثيرة في العصر نستطيع من على هذه الوسائل إن احنا ننشر الثقافة لهؤلاء الشباب. ده يمكننا إن في المستقبل إن شاء الله هيكون جيل مبارك بإذن الله تعالى. الشيء الثاني، نحن نحتاج
إنشاء مراكز معتمدة تخضع للمؤسسات الحكومية لإدارة الاجتهاد والفتوى. مراكز معتمدة تخضع للمؤسسات الحكومية لإعداد جيل من الشباب. أساتذتنا المباركين ربنا يبارك في عمركم وفي صحتكم وعافيتكم، لازم يبقى في جيل من الشباب يقود المرحلة تحت الاجتهاد، يقودنا عليه ان في مراكز تؤهل هؤلاء الشباب في المستقبل باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرينا دكتور. هذه المؤتمرات يعني بتنقل الى الشباب، وعمل وزاره الاوقاف عمل دائما يعني ناصع البياض، وبيتجه دائما الى نمو الشباب وعدم انجرافهم الى الاماكن السوداء، أماكن الجهل والغباء. أشكرك على هذا. وبعد هذه الكلمات الطيبة أو الكلمات الطيبات من السادة العلماء وممن قدموا مداخلات، نقول أهمية الاجتهاد بالغة ومكانته عالية والحاجة إليه لازمة ووجوده ضرورة في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ونعتذر عن الإطالة في وقت لا تجب فيه الإطالة على الإطلاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة والتوفيق والسداد والغذاء العاجل. اللهم صلى الله عليه وسلم.